كاين مشاكل اللي كيعيشوها وكبيره اللي وعويصه جدا. حنا كنشوفوا غير في المدن اللي حنا كنعيشوا فيها اللي هي قريبه وكنلقاو مشاكل. انا كنعطيك مثلا غير بالنسبه لمدينه برشيد، انا برشيد تنعيش فيها لان رئيس جماعه وتنعيش المشاكل اللي كاينه. دابا اليوم كاينه العدد اللي كيولدوا كاينه 30 مرأة اللي كتولد في النهار. حنا عندنا 45 سرير، كاينه مخصصه منا 10 للولاده، هاد ال 10 كتاخذ سرير و20 كتولد في الارض. يعني كاين واحد المشاكل اللي هي مشكل كبير. حنا هاد المستشفى اقليمي، واش مستشفى اقليمي في 45 في كاينه 500 الف نسمه في 45 سرير، المعدل ديال 11 الف مواطن لسرير واحد. كيفاش غادي نتعاملوا معه؟ السيد الوزير السابق اللي السي الوردي عطانا وعد على قبل باش يعطينا التوسعه ديال هالمستشفى الرازي اللي كاين في برشيد، من الاولى حد الان ما شفنا حتى شي حاجه. وحنا الارض كاينه موجوده، زيد زياده على الناس دابا اللي هما كياخذوا الادويه ما كاينه شيء. علاش؟ لان الادويه كيخليوها حتى كتموت، حتى كتقضى تقضى الصلاحيه ديالها وكتلح وما كيستافدوش منها المواطنين. السكانير اليوم اللي بغينا نديرو خاصنا نتسناو 5 شهور ولا 6 شهور عاده باش كيدير هذاك السكانير. الليريم كذلك، التحاليل كذلك، كاين مشاكل اللي هي امام الممرضين والاطباء يعني حديت ولا حرج. هاد يعني كاين ضعف كبير، الاليات حتى هما ضعف كبير، كاين مشاكل كبيره اللي كتخبط فيها. شكرا. خاصنا حل جذري. شكرا سيد المستشار. باش نحلوا هاد المشاكل. شكرا سيد المستشار. والساكنه راها زعما كتعاني من هاد المشاكل هادي. شكرا سيد المستشار. غادي نقطع الصوت. انا كاين ما يتقال ولكن ما ننتقل الى السؤال الثالث